امرح وتعلم. مرحبا اصدقائي الصغار، هل تعرفون ما هذا الحرف؟ حرف الثاء. احسنتم، انه حرف الثاء. يعيش الثاء مغامرات في ارض الكلمات، فقد ياتي الثاء في اول الكلمه. ثعلب. ثعلب. ثو. ثو. ثعبان. ثعبان. في. في. ثياب. ثياب. وقد يأتي في وسط الكلمة. كمثرى. كمثرى. حراثة. حراثة. وقد يأتي في آخر الكلمة. ليث. ليث. برغوث. برغوث. أحسنتم أصدقائي، إلى اللقاء. Created using Powtoon.